إطلاق هذا المشروع مشروع أمام فيما يخص بيانات الهجرة على المستوى المغاربي. والمغرب الحمد لله كما تعلمون يتصدر قائمة الدول التي لها رؤية متبصرة متميزة أسس لها جلالة الملك حفظه الله من خلال مجموعة آليات مؤسساتية وأيضا من خلال مشروع إفريقي متميز، على اعتبار أن اليوم وعلى خلاف ما كان تاريخيا، وأن 80% من الهجرة من أيضا ما تنقل المهاجرين واللاجئين والنازحين يصل الى 80% على المستوى الافريقي وعلى المستوى ايضا المغاربي، وبالتالي اصبح الاطار ديال المتوسط اطار هجره وتنقل ونزوح ولجوء، وبالتالي طرح ومشروع المشروع المغربي هو مشروع له رؤيه استراتيجيه، هو آليه مؤسساتيه ينقل هذا الاشكال من مستوى الاشكال الى مستوى الفرصه المبنيه على تدبير مؤسس بالمعلومه. وبالتالي هذا البيان، هذه المنصه اللي في هذا المشروع هي منصه في اطار ايضا كما قال جلاله الملك، هو ان ننقل يعني هاد المقاربة تحول في باراديغم الهجرة من التحديات إلى الفرص بصوت واحد إفريقي. والمغرب سيظل بالطبع على استعداد وسيظل أيضا ملتزمان مشاركان معبئا من أجل فعلا أن تكون نستطيع فعلا أن نقارب عن طريق التدبير وعن طريق الحكامة وعن طريق المعرفة لتدبير جيد بما ينقص مجموعة من المآلات السلبية التي نعرفها جميعا على مستوى الضرر بحقوق النساء والأطفال، وأيضا لاستقرار متوسطي واستقرار أفريقي ومغاربي أكثر بصوت واحد. التجربة التي ستعرض ومعروضة اليوم يتوق لها كل الشركاء على المستوى المغاربي، وهذه أهمية وتميز التجربة المغربية في هذا الملف اللي هو عنده رهان استراتيجي ورهان أيضا حيوي بالنسبة لساكنة المنطقة والجهة المغربية عموما. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبوناو في لاشين يوتيوب.